زميلنا العزيز محمد نشأت هيكون معانا دلوقتي وبيقول لنا الصورة حية من اللي بيحصل هناك على أرض السحر والجمال، على أسوان، على بلاد أيضا الذهب. صباح الخير يا محمد، ومعلش صحينك من بدري طبعا، أكيد بتستعدوا لمجموعة كبيرة من الفعاليات النهاردة. قول لنا المفترض النهاردة هتكون البداية إزاي، وإيه أهم الفعاليات أو الجلسات اللي هنكون على ميعاد بيها النهاردة؟ يعني صباح الخير يا حسام، صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين مشاهدي صباح الورد. احنا دلوقتي متواجدين في القاعة اللي هتشهد بعد دقائق قليلة بداية الجلسة الافتتاحية. الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمنتدى، والنهاردة اليوم اللي المفروض يبقى فيه فعاليات كتير جدا، منها جلسات، منها فعاليات ثقافية، منها فعاليات فنية هتستمر النهاردة وغدا. يمكن زي ما شفنا وتابعنا امبارح كانت الجلسة الافتتاحية عبارة عن حفل فني بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقي، وكانت فيه كلمة للرئيس، كان فيها تفاعل كبير جدا بين الشباب الحاضرين وبين كل اللي حضروا الحفله بتاعت امبارح، وده رصدناه من خلال جولاتنا اللي قمنا بها بالليل وسط الناس اللي حضرت، وشفنا مدى التاثير ومدى الرضا الكبير جدا عن حفله بحجم الحفله اللي كانت امبارح. يمكن النهارده احنا عندنا فعاليات كتيره جدا هتبدا، يعني بعد دقائق قليله هتبقى الجلسه الافتتاحيه، بعد كده عقبها بعض الجلسات مثل جلسه عن مستقبل البحث العلمي والرعايه الصحيه. بعد كده عندنا مائدة مستديرة هتتحدث عن أهمية نهر النيل كشريان للحياة وكمجرى لا يمكن الاستغناء عنه لبعض الدول الإفريقية، وكيف يربط الدول الإفريقية بعضها ببعض. بعد كده هيبقى عندنا ندوة عن أثر التكنولوجيا وأثر التكنولوجيا في الارتقاء بالدول والارتقاء المالي لمساعدة الدول الإفريقية في النهوض بكل المشاكل وكل المعوقات اللي تواجهها بالتكنولوجيا. بعد كده هيبقى عندنا بعض ورش العمل، هيبقى فيه ورشة عن السلم والأمن لدول الساحل، وده موضوع خطير جدا ومهم جدا كان لازم يتم مناقشته نظرا لتعرض القارة الإفريقية لتحديات كبيرة جدا. هيبقى عندنا برضو ورشة عن ريادة الأعمال المجتمعية، وريادة الأعمال المجتمعية كيف ننشئ رائد أعمال مجتمعي إفريقي يسهم في تنمية القارة الإفريقية وزيادة الأموال في الدول الإفريقية لأنها بتعاني حقيقي من مشاكل كتير جدا. عندنا برضو ورش عمل عن كيف تكون رائد اعمال ناجح، ودي اتكلمنا فيها، وان شاء الله هنوصل من الساعه 7:30 للساعه 9، متوقع ان تكون الجلسه الختاميه اليوم. يعني النهارده يوم حافل مليء بالجلسات، النهارده تم ضغط الجلسات كلها في يوم واحد حتى يعني تبقى وجبه دسمه زي ما بنقول لكل الشباب المشاركين هنا. هنخلص النهارده تقريبا، هيبقى صعب طبعا الخروجات او مثلا الحاجات الترفيهيه. ممكن الناس احنا زي ما بنشوف بنتجول في اسوان بالليل، فبنشوف الشباب المشاركين بيتجولوا في الشوارع وفي مناطق اسوان زي السوق القديم وزي المعابد، لكن فعليا بكره هيبقى يوم مخصص للجولات، يوم مخصص للمعابد، يوم مخصص للجلسات الثقافيه والترفيهيه. يعني بكره هو اللي هيبقى بيشمل حاجات ترفيهيه كتير جدا. طيب انت يعني امبارح اليك مره اخرى حسام. ايوه محمد، انت امبارح كمان حضرت اكيد او اتفرجت على الاحتفاليه، وكنت بتشهد اجواء اسوان عامله ازاي. احكي لنا عن اجواء كمان الناس، مش فقط من وجهه نظر المشاركين من الشباب العربي والافريقي، لكن اهل اسوان نفسهم عاملين ايه، مرحبين بالمنتدى، بيتفاعلوا معاه ازاي، تاثير كمان المنتدى لو من مشاهداتك الاوليه كده على مثلا الاقتصاد في اسوان بشكل او باخر ورواج السياحه. يعني أسوان أنا زرتها قبل كده مرة حسام، يعني لم أشهد رواجا في أسوان زي اللي شفته امبارح. امبارح كنت في سوق أسوان القديم، أنا كنت نازل عادي يعني قبل ما كان يبقى عندي شغل، فنازل أتمشى في أسوان، شفت كمية حركة وشفت كمية ناس موجودة في أسوان، ناس من كل الجنسيات معدية، أهل أسوان الطيبين اللي موجودين أصلا مبسوطين بالمنتدى كفكرة إنه يقدر يرجع الروح تاني ويرجع الحركة تاني لأسوان ويرجع بريق أسوان. أسوان شوارعها أنا أكني أول مرة أجي أسوان، الشوارع مختلفة تماما، الأجواء مختلفة تماما، أجواء كرنفالية لو أنا فعلا هسمي الحدث حدث كرنفالي. كان في زخم كبير جدا موجود، يمكن حسام وده أول مرة يتقال، أنا كنت ماشي في أسوان امبارح عادي جدا قدام محل عصير، فوجدت رئيس الوزراء ووزير الآثار بيشربوا عصير قصب،
وسط الناس عادي جدا من غير حراسة بدون أي تفاصيل، وكانت حاجة ودية جدا والناس كانت مرحبة جدا والدنيا كانت ماشية، الإعلاميين موجودين على القهاوي، الصحفيين المشاركين، كان جو مختلف، كان جو كرنفالي جدا. يعني يمكن أسوان شايفين امبارح الحالة الاقتصادية والرواج الاقتصادي على هامش المنتدى، الناس بتشتري من البازارات، الناس بتشتري الهدايا التذكارية اللي بتدل على الحضارة المصرية القديمة، فلا الوضع مختلف تماما. يعني أنا لو هحط عنوان عريض فأقول إن هو حالة كرنفالية جدا على هامش المنتدى. ورد الفعل ان اسوان بتحتضن حدث كبير زي دوت بمشاركين يتعدوا 1500 مشارك، فده كان تحدي كبير جدا وده بيلقي باثار ايجابيه على اهل اسوان. احنا بشكرك شكرا جزيلا يا محمد، وبالتاكيد هنتابع معاك فعاليات اليوم وايضا هذه التغطيه المتميزه من قبل حضراتكم لقناه تن. بشكرك مره اخرى.